لينو ده في الاستراحة بين الأشواط بيظبط الأزاز بتاعته على زاوية 45، ولينو فاك ممكن ياخد وقت بين الإرسال والإرسال بتاعه أكبر بكتير من الوقت اللي فيدرر ممكن يخلص فيه شوط كامل. التنس دايما في حاجة اسمها نقط مهمة، زي مثلا نقطة المجموعة، نقطة الماتش، أو التاي بريك، أو تكون متأخر في مجموعة 3-1 وفي شوط إرسالك و30-30 في أي نقطة بعد كده تعتبر نقطة مهمة. فازاي النقطة المهمة دي بتأثر عليك؟ نقط كبيرة معناها إنك تحت الضغط. تحت الضغط يبقى أنت أكيد في حالة قلق أو خوف، وإن مفيش شعور بالراحة. طبعا ده الوضع مش طبيعي بالنسبة للعقل البشري. العقل البشري دايما بيميل ان هو عايز يتخلص من الوضع ده بأسرع طريقة ممكنة. وفي التنس بما ان ده وضع مش طبيعي، فأول حاجة بتتجه ليها هو التسرع. التسرع في التنس هنا نوعين، تسرع قبل النقطة وأثناء النقطة. خلينا نمسك الأول التسرع قبل النقطة. قبل أي نقطة كل لاعب ليه روتين معين المفروض بينفذه. نتيجة ان هو تحت الضغط، فيبتدي في بعض اللاعبين بتسرع الروتين بتاعها، وان هي بتسرع الروتين بتاعها ده بيخليها ما عندهاش نفس القدر من التركيز في النقطه في الوضع الطبيعي. وعشان كده مهم جدا انك تحافظ على نفس الروتين بتاعك، او تحافظ على نفس الوقت اللي بتاخده قبل اي نقطه انت هتلعبها، سواء انت تحت ضغط او مش تحت الضغط، علشان ما ياثرش على قراراتك. فانت عندك حلين، يا اما تحافظ على نفس القدر، يا اما تاخد وقت اكبر شويه. ده بيختلف من لعيب للتاني، كل واحد على حسب شخصيته. ففي مثلا عندنا أجاسي أو شتيفي جراف، دول من اللعيبة اللي بياخدوا ما بياخدوش وقت كبير بين النقط، ودايما بيبقى بسرعة. فهو دايما بيحافظ على الوقت ده بتاعه، إن هو بيبقى بسرعة بيلعب النقطة ورا التانية، سواء كانت النقطة مهمة أو كبيرة أو لأ. أجاسي نفسه كان ليه تصريح قبل كده قال: أنا بحب ألعب النقط ورا بعض بشكل سريع وما أقعدش أفكر كتير. قال: انا لو استنيت او صبرت شويه او فكرت شويه، ده هيخليني يبقى في عمليه اوفر سينكينج، او احلل بطريقه اكبر، ده هيحط ضغط عليا فمش هعرف العب النقطه بشكل كويس. فسواء كان نقطه كبيره او لا، فانا بحافظ على هو بيقول كده ان هو بيحافظ على الروتين بتاعه. الروتين بتاعه ان هو بيلعب بين النقط بشكل سريع ومتتالي. على الناحيه التانية لعيبه زي نادال او جوكوفيتش بياخدوا وقت كبير جدا قبل النقط المهمه. مثلا عندنا جوكوفيتش في مره فضل ينطط الكورة قبل الإرسال بتاعه 33 مرة في نقط مهمة. دي حاجة. في عندنا برضو لعيب زي جيمو كوريا في العادة لما بيجي على الإرسال مثلا بياخد من البول بويز، يعني تلات كور، بياخد كورتين وبيرمي كورة. لما بتبقى نقطة مهمة أو نقطة كبيرة يعني، وعشان يفكر ويرتاح وياخد وقت أكبر، فبياخد من البول بويز أربع كور، بيختار بقى اتنين وبيسيب اتنين. هو كل من هنا نستنتج ان كل لعيب ليه روتين هنا عشان يزود او يعني يزود او يفكر براحته. وده كان النوع الاول. النوع الثاني من التسرع هو التسرع خلال النقطه. وهنا زي ما قلنا قبل كده ان ده وضع مش طبيعي او وضع مش مألوف بالنسبه للعقل البشري، فهو بيحاول يتخلص منه باسرع وقت ممكن. فاثناء النقطه بيتحاول يتخلص منه ازاي؟ ان هو ياثر النقط على قد ما يقدر، لانه بالنسبه له ان يكون في تبادل طويل او تبادل اطول، ده معناه ان في وقت اكبر هياخدها تحت الضغط ويبقى فيه معاناه اكبر. فدايما العقل البشري بيروح ان هو عاوز ايه؟ ياثر النقط. وطبعا تاثير النقط بشكل غير واعي اكيد اكيد بينتج عنه اخطاء يعني. طبعا في اشكال كتير من اشكال تاثير النقط، ان هو مثلا يلعب دروب شوت انه عاوز يتخلص من الكوره، او ان هو يلعب سيرفنت فولي دايما، او مثلا يطلع على الشبكه من غير تحضير كويس، او ان هو مثلا يفكر في وينر يحط وينر هو في مكان بعيد في الملعب. كل دي اشكال وحاجات من ان هو عاوز ياثر النقطه، وان هو تحت الضغط فبيتصرف بشكل مش كويس. وحاجات زي كده بتظهر كتير جدا في قطاع الناشئين، او زي ما بيقولوا الجونيورز. كان في مدربين بيتكلموا ان مثلا في لعيبه بتبقى مثلا الماتش كله ما لعبتش دروب شوت واحد، ويجي مثلا في التايب بريك ونتيجه 5-5 نتيجه ان في ضغط عليه بيلعب دروب شوت، او مثلا بيكون بعيد عن الخط الخلفي 2-3 متر وبيحاول يلعب وينر. طبعا يعني النتيجه بتكون معروفه، بيبقى فيه فولت او خطا بعد كده وبيخسر النقطه.
كل ده بتأثير الضغط. ومن هنا المدربين اتجهوا انه يحط لك خريطة او طريقة انك تتعامل مع الضغط، وقسموا الموضوع لشقين، شق ذهني وشق تكتيكي. ابتدي بالشق الذهني. قال لك اول حاجة بالشق الذهني انك انت تصنع الروتين الخاص بيك انت ببساطة. ممكن وانت لما بتاخد الكور من بول بويز تاخد كور اكتر، وانت بتمسح العرق بتاعك بالفوطة تاخد وقتك اكبر، تنطط الكورة قبل الارسال بشكل اكبر زي جوجوفيتش مثلا، او تفك اللزقة زي نادال يعني. دي حاجة. الغرض الاساسي من الروتين ان هو بيحاول يثبت الوقت، بيثبت الوقت بين النقط، وبكده انت مش هتبقى ايه في تسرع، ان هو نفس العادة اللي انت هتعملها هتعملها بين كل نقطة، وبكده هتثبت النقط، كده تاخد وقت اكتر للاسترخاء، ميبقاش عليك ضغط ذهني. الحاجة التانية انك تدرب على حالتك الذهنية وتصرفك تحت الضغط. طبعا اكيد مش منطقي انك انت تتدرب على هتتصرف ازاي تحت الضغط وانت مفيش ضغط عليك. كان ديجو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد كان ليه تصريح شهير في الواقعة دي. في موسم 2016 كان لعيبة اتلتيكو مدريد بيضيعوا ضربات جزاء كتير جدا، فالصحافة لما سألته ليه اللعيبة يعني بتضيع ضربات جزاء، هل انتوا متمرنوش عليهم؟ فقال لهم احنا في التدريب ممكن نتمرن على 100 ضربة جزاء ويسجلوا ال 100 ويجوا في الماتش يضيعوا، ببساطة لأن أنا مش هعرف أوفر لهم في التدريب أو في التمرين نفس كمية الضغط اللي بتكون موجودة أثناء الماتش الحقيقي. وعشان كده هيبقى شيء غير منطقي تماما إنك تتدرب على أي حاجة تحت الضغط وأنت مش تحت ضغط. وعشان كده أحسن حل إنك تقعد أنت والمدرب بتاعك وتتفرج على الماتشات بتاعتك وتشوف أنت بتتصرف إزاي وأنت تحت الضغط في الماتشات، وتعرف إيه الصح وإيه الغلط، تشوف الغلط ومتحاولش تكرره تاني. ومن هنا المدربين بيدولك شوية نصايح عشان تتعامل مع الضغط وتتصرف في النقط الكبيرة. أول حاجة إنك تاخد وقتك الكبير جدا بين النقط وبراحتك. تاني حاجة إنك تاخد نفس عميق زي ما بيقولوا شهيق وزفير، إنك تخيل إن كل الضغط اللي جواك ده أنت بتطلعه بره جسمك أو بره عقلك بالزفير بتاعك. تالت حاجة وآخر حاجة قالك ببساطة، قبل ما تلعب النقطة ارسمها في خيالك، تخيل أنت هتكسب النقطة إزاي، ارسم النقطة وعشان تكسبها. ده بيديلك راحة أكبر، وبيبقى كأنه لما تيجي تلعب النقطة يبقى كأنها مألوفة عندك، وبكده تقدر تكسبها بأريحية أكبر. من أكبر مسببات الضغط في النقط الكبيرة هو تفكيرك بشكل سلبي، لو أنت خسرتها هيحصل إيه؟ لو أنا مثلا ما عندي نقطة مجموعة خسرتها يا ترى هيتأثر عليها إزاي؟ لو نقطة مباراة هتأثر عليها إزاي؟ لو نقطة كسر. التفكير ده أو التفكير البعيد ده شيء سلبي جدا وبيحط ضغط عليك كبير جدا. وعشان كده المدربين دايما بينصحوا إنك تفكر في اللي قدامك وبس، يعني انت في نقطة يبقى تلعب دي وبس، وتفصل دايما النقطة اللي قبلها والنقطة اللي بعدها. وده أهم نقطة علشان تتعامل مع أي نقطة كبيرة أو أي نقطة تحت وأنت تحت الضغط. وبعد ما خلصنا الشق الذهني نيجي بقى للشق التكتيكي ونشوف المدربين بيقولوا لك إيه ساعتها. المدرب دايما بيقول لك في الشق التكتيكي دايما ما تفكرش إنك تعمل حاجة جديدة، دايما بيقول لك اعمل أحسن حاجة أنت فيها أو أحسن حاجة أنت بتلعبها. ببساطة لو أنت لعيب بيك سيرف او سيرف بوت زي ما بيقولوا زي ايزنر مثلا او كارلوفيتش، يبقى دايما انت هتروح هتفكر في اول ضربه اللي هي ضربه الارسال. طبعا كده كده ضربه الارسال مهمه في اي وقت، بس بالنسبه للعيبه دي هي اهم ضربه، فده في النقط المهمه دايما هتلاقي تركيزه على اهم ضربه اللي هي اول ضربه. لو انت مثلا لعيب هارد هيتر زي مثلا ديل بوترو او سودرلينج او غيره، فدايما هيكون تركيزك انك توفر لنفسك وضعيه من جوه الملعب عشان تحط وينر. لو انت لعيب مثلا زي جوكوفيتش مثلا وعنده قدرة كبيرة ان هو يمشي التبادل، وده وضعية احسن ليه، وجوكوفيتش من احسن اللعيبة في النقطة دي، فبالنسبة له هو هيخلي زي ما بيقولوا ايه التبادل بطويل وبراحته جدا، وهو هيقدر يصيره كويس. في امثلة على كده مثلا لعيبة زي نادال مثلا. نادال في النقط الكبيرة دايما خصوصا على الارسال اللي هو ناحية جهة التقدم، دايما هتلاقي بيلعب سلايس سيرف على الباك هاند الخصم، وبعد كده بيحط كرة انسايد اوت بالفور هاند. ده روتين عندنا ده في اي نقط مهمة، هو ما بيحاولش يعني يبتكر، او ما بيحاولش في النقطة المهمة ما بيحاولش يفكر في حاجة جديدة. بالعكس هو جملة تكتيكية زي دي هو احسن، هو بيعملها احسن حاجة، هو دايما بيفكر ان هو يعملها على طول في الماتشات زي كده. وفي امثلة كتير طبعا. في اخر حاجة مثلا استراليا 2022 مع ميدفيديف، نهاية الماتش كانت
كان عباره عن كده، ارسال وايد سيرف على الباك هاند، بعد كده فور هاند انسايد اوت، بعد كده راح يخلص على الشبكه. عشان كده بيقول لك ما تحاولش يعني تتاكل حاجه جديده، اعمل احسن حاجه انت فيها. في النهايه مهما كنت لعيب كبير فانت معرض انك تبقى تحت الضغط، وان الضغط ده ياثر عليك. فيدرر نفسه بعظمته وقد ايه هو لعيب كبير، لكن برضه تحت الضغط معرفش يتصرف كويس. في الواقع الشهيرة بتاعت ويمبلدون 2019 40 15، فيدرر لعب أول 4 نقط في دقيقتين، ويقدر يبقى 40 15 ويجيب 2 ماتش بوينت في دقيقتين. كان ممكن ياخد وقته، ياخد وقت أكبر عشان يخلص الماتش، لكن هتستغرب لما تعرف إن ال4 نقط الجايين اللي كسبهم جوكوفيتش بعد كده عشان تبقى قصة 40 15، فيدرر خسرهم في أقل من دقيقتين. نادال ليه تصريحين بيوصف الموضوع ده تمام. اول تصريح ليه وهو ان هو بيحط الاساس بتاعته بزاويه 45، فلدرجه ان في ناس اتهمته ان هو ده وسواس قهري وكده، فهو قال لهم ببساطه انا بحاول اعمل كده لان اشغل نفسي باي حاجه علشان اسكت الاصوات اللي في دماغي واي افكار سلبيه، فانا بعمل كده عشان اشغل نفسي عن ده. نفس الوقت نادال برضه ليه تصريح في رولان جاروس الاخيره، قال لك انا لحد النهارده هو لعيب عنده 22 جراند سلام، ان هو لما بيجي يخلص الماتش بيبقى متوتر، وده شيء طبيعي جدا يعني.